صباحكم نور أعزائنا ومتابعين على صفحتنا نورسات جوردان، وللأسف اليوم مش راح نكون على التلفزيون نورسات للومير لأنه في ببيروت في عندهم بث مباشر لمؤتمر في لبنان في العاصمة بيروت، فنعتذر وإن شاء الله هاي الحلقة تسجل وتبث لاحقا حسب برنامج نورسات الفضائية. فمنحييكم ومنرحب بكل الأشخاص الموجودين معنا على صفحتنا اللي على صفحة النورسات فيسبوك، منتابع معكم الجزء الثاني من حلقتنا اللي كانت الأسبوع الماضي عن الزواج بين التقليد المتوارث ومتغيرات العصر، ولماذا أخذنا حلقة أخرى من هذا الموضوع لأنه في كان عندنا اتصالات من بعض الأشخاص وبعض الأشخاص حبوا أنهم يشاركوا لكن لم يستطيعوا أن يتواصلوا معنا، فحبينا أنه نرجع نحكي اليوم عن الموضوع نفسه العنوان نفسه لكن برؤية علمانية أخرى. فمعنا اتصالات من علمانيين وأيضا من بعض الكهنة، ومن يريد أن يضيف تعليق أو كومنت في عندكم التعليقات على صفحتنا على نورسات جوردان، وأيضا يمكنه الاتصال على رقم التليفون 0658-33773. مزبوط، صلحوني شباب أو حطوه على السكرين. ف 0658-33773. بالنسبة للأشخاص اللي عم بيتابعونا الآن منقولكم صباحكم نور لنرمين نعيم خوري ويولا حتر وإيمان حنة وماجد البير ونهيل الصفدي خوري ويولا حتر، يسعد صباحكم بالمسيح. غادة عصفور بطماني وإيمان حنة، صباح النور، مشتاقين لحضور هذه الحلقة، شكرا لك يا إيمان. عزيز رجا قواس أيضا ونهيل خوري، ماجدة الصفدي، بارك يا رب عوائلنا والزواج المقدس الذي يجمعهم وأحميهم من الأفكار المضللة باسم الحرية، واجعلنا نتبع ما أمرتنا به لأن أجسادنا هي هياكل للروح القدس. شكرا يا ماجدة على المشاركة. بيتر السعيد ونور عادل وعزيز رجا قواس، أنتو عزيز قواس شكرا للملاحظة، لكن مشاكل الزواج والمتزوجين هذه سر من أسرار الكنيسة يا أخ عزيز، فنحن منقدرش إنه نفصله عن الكنيسة. فباسمة سليمان، صباحك نور. جوزيف سعيد وأم عادل النمري ودير رافائيل شفيكان، هذا الدير كله عم بيتابعنا وصباحكم نور وسلام. بالنسبة لصباحك نور أبونا جورج شرايحة، وبشكر احنا تواصلك دائما معنا وبمرافقتك الروحية خلال الفترة الماضية والقادمة ان شاء الله، مستمرين معكم ببرنامج صباحكم نور مع المواضيع اللي بنطرحها، اللي بنتمنى انه هاي المواضيع انه تلاقي استحسان منكم وتلاقي الفائدة الروحية وأيضا الاجتماعية، تعطيكم الإلهام للمضي في حياتكم إنكم تحاولوا إنكم حياتكم يكون النوعية تطلع عليها قبل إنه تمشوا في دروب الحياة فقط من أجل عد أيام حياة، وليس إنه نوعية الحياة اللي بتعيشوها اللي بالنهاية نحن حياتنا على هالأرض رسالتها هي القداسة، إنه كونوا قديسين كما أن أباكم السماوي القدوس. رسالتنا على هاي الأرض في النهاية إنه نتبع السيد المسيح ونوصل للملكوت بكل أسرار الكنيسة اللي أعطتنا إياها، إن كان في الزواج، إن كان في الكهنوت، إن كان في البتولية، إن كان في أعمالنا،
كلها من أجل تقديس حياتنا لنوصل للملكوت. فلما يقولوا إنه شو الهدف من سر الزواج اللي وضعته الكنيسة، الهدف من سر الزواج نوصل للقداسة. نعم، هذا هو الهدف من سر الزواج المسيحي. ولما بنقول زواج مسيحي، التنين يتقدسوا في هذا السر اللي أعلنوه أمام الله كعهد أمام الله، إنه هدول التنين يتواصلوا مع بعض حياتهم للوصول إلى القداسة مع عائلتهم اللي هن بيعملوها من أطفال وأولاد واستمرارية للحياة. فالهدف من الزواج هو القداسة، وكان هذا معنى والهدف كان من حلقتنا المرة الماضية مع أبائنا الكهنة اللي تواصلوا معنا وشرحوا عن سر الزواج. واليوم رح نكمل عن هذا الموضوع بفكر تاني، وممكن بالآية اللي تقال في مراسيم احتفال الزواج رح نشرحها، لأنه في ناس كتير تمطعد وما بتحب هاي الآية لأنه فيها عنصرية وتمييز وإذلال بحق المرأة. لكن مع الشرح مع الأبونا ومع العلمانيين رح يتواصلوا معنا ومع الكهنة اللي رح يتواصلوا معنا رح نشرحها أكتر وأكتر تنفهمها أكتر وأكتر، حتى اللي بده يقوم الآن بسر الزواج يطلبها هذه الآية بالمفهوم الجديد اللي رح نشرحه. طبعا الآية مثل ما بتعرفوها هلا رح نلقيها عليكم بعد ما ناخذ البركة من أبونا جورج شرايحة. فتفضل أبونا. الله يخليك. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها السيد الذي باركت عرس قانا الجليل وكنت شاهدا وحاضرا على هذا الزواج كبادئة الاحتفال المقدس وبادئة الإنجيل إنجيل يوحنا، فكنت حاضرا وأنت معنا اليوم وإلى الأبد حاضرا في سر الزواج ومباركا له. بارك عائلاتنا وبيوتنا، كن الشاهد على كل هذه المناسبات، على كل هذه الاحتفالات، أن تكون أنت البداية والنهاية، أن تكون أنت الشاهد الأمين لحياتنا. بارك يا رب زوجاتنا، بارك الأزواج والعائلات، أنت أيها الإله القدوس من الآن وإلى الأبد آمين. آمين. رح نرجع للآية أبونا اللي نحن اخترناها لهذا اليوم اللي تخص موضوع الزواج، وفيها ملخص للهدف من الزواج وماذا يريد الله من هذا السر. فالآية بتقول إنه شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله، أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد، ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه، كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة، وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. أبونا طبعا هاي رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. نعم. لما تقال في الكنيسة النساء أول إشي لما بتطلعوا على كلمة اخضعنا
بحسوها فيها عنصرية وفيها تمييز، وبقول لك هذه الآية فيها يعني تقليل من شأن المرأة، لكن هذا بدلنا بدل على أنه الروح الإنجيلية والروح المسيحية مستحيل يكون فيها آيات تنزيل من شأن إنسان خلقه يسوع المسيح خلق الرب. فكيف بالأحرى أنه هذه الآية تقال من القديس بولس الرسول أنه يحط من قدر المرأة، لأنه يسوع المسيح في كل حياته على الأرض كان يرفع من شأن المرأة. في عندنا كتير كتير أمثلة على هذا الشأن، فكيف تقال أو تتلى رسالة تقلل من شأن المرأة؟ فأنا بعتبر أنه هذا يعني خطأ مفهوم، خطأ وخاطئ من بعض النساء اللي ما عندهم الإلمام بالإنجيل المقدس ورسالة السيد المسيح وربنا شو بده منا بحياتنا. فشو رأيك أبونا؟ نعم، بداية لما بنحكي يخاطب القديس بولس أهل مدينة أفسس، هو يخاطبنا اليوم جميعا. نعم. يعني وكل الرسائل بشكل عام يعني هي صالحة للتعليم الأمس واليوم والغد. يعني لما بنحكي لمدينة أفسس هي لكل حدا فينا يعني اليوم. بداية وكأن القديس بولس بحكي ما تعترضوا، أول ما بلش الآية شو بحكي؟ شاكرين. يعني أحكي الحمد لله على هذا السيستم اللي حطه الله تعالى في 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 كتابه. هلأ من البداية الآية بتحكي خاضعين بعضكم لبعض. نعم. الزلمة بيخضع لمرته والمرأة بتخضع لزلمة. قبل ما يفصل أنا بسميه التقسيم الوظيفي. نعم. يعني هذا الخضوع السلطة الوظيفية يعني أو المسؤولية. بالضبط. نعم. بالمسؤولية، لأن الرجل الشرقي تأسس عنده سر الزواج منذ أيام يسوع المسيح إلى يومنا هذا في منطقة فلسطين والأردن بلاد الشام، أن الزوج هو رأس البيت، رب العائلة، وهو المسؤول الأول عن المعيشة، التكاليف، العلاقات الاجتماعية. نعم. هو اللي بينظمها مع التوافق والتنسيق مع زوجته. نعم. وفي نقطة أيضا اللي هي الاستقلالية، اللي أنه يترك الرجل أباه وأمه. نعم. ويلتصق بزوجته ويصبحان جسدا واحدا. هذا نوع من أنواع الاستقلال أيضا الوظيفي. بيفتحوا بيت لحالهم، بيصير في عندهم أشياءهم الخاصة، بيصير في عندهم عائلات، وتمتد الأسرة الممتدة مثل ما بيسموها لما بيجوا الأحفاد. نعم. وبيصيروا الأهل قبل ما بيسألوا عن أولادهم بيسألوا عن الأحفاد، وبيصيروا وكأن الأهل يستذكرون طفولة أولادهم الذين أصبحوا مستقلين اليوم، وبطل في كثير لهم سلطة على أولادهم، فبيصيروا يطلعوها على مين؟ على الأحفاد. نعم. بيحسوا أنهم كأنهم هؤلاء الأحفاد رجعوهم لشبابهم، لأول زواجهم. نعم. لما يمسكوا الطفل بحضنهم، لما يهتموا في حاجاته الغذائية، لما يهتموا بتعليمه ومدرسته، وكأن الجدود في هذه الحالة يعيدون ويستعيدون اللحظات الجميلة التي بدأوا فيها زواجهم. إذن نحن متفقين أن الخضوع أولا وأساسا متبادل. نعم. لأنه الآية واضحة خاضعين بعضكم لبعض، بعدين بيصير فيه التفصيل. إذن ليس خضوع المرأة إلى الرجل، وإن كان هذا الخضوع الوظيفي هو كخضوع الكنيسة. من هي الكنيسة؟ هي جماعة المؤمنين، وخضوعهم لمن؟ يسوع المسيح. يسوع مش شخصية اعتبارية رمزية، يسوع شخصية حقيقية وليست فقط لاهوتية، هو أتى بالتاريخ. وكل المؤرخين، يوستينوس اليهودي حكى عن قصة يسوع، القرآن يتحدث عن قصة يسوع، فلم يعد هو قصة في عالم اللاهوت، في عالم الميتافيزيك تخص الجماعة المسيحية وحدهم. لا، يسوع المسيح يخص البشرية قاطبة بكل أديانها، بكل تعاليمها. نعم. بكل ثقافتها. وخضوع الجماعة المؤمنة ليسوع المسيح، والجماعة المؤمنة من شتى المنابت والأصول، الجماعة المؤمنة بالناطقة بكل لغات العالم، بكل المسكونة المنتشرة، هذا هو الخضوع المرأة إلى الرجل. إذن أولا هو شاكرين للرب، ثانيا هو علاقة خضوع متبادل لبعضنا البعض، لأنه المرأة اليوم في عصرنا هذا إذا هو ما خضع هي ما راح تخضع له، يعني هالعلاقة تبادلية من الأساس، مكتوب واضح النص. نعم. ومن ثم فنحن نقول لجميع النساء، ليس هو خضوع السيادة وخضوع السلطة وخضوع الاستبداد،
بل هو خضوع الوظيفة التبادلية، ولأنه كل واحد له وظيفته حتى بجسم الإنسان بيولوجيا. المرأة لها وظيفتها بالإنجاب، والرجل له وظيفته بالعمل كذلك. فاليوم مع التقدم المدني والحياة أصبح لا ليس هناك وظيفة يختص بها الرجل وحده. يعني بنشوف نساء سائقات تاكسي، بنشوف نساء سائقات آليات ثقيلة، بنشوف نساء يعملن في كافة المجالات حتى بالدول العربية، مش إنه بس عند الدول الأوروبية، لكن في بلادنا عم نشوف المرأة صارت وزيرة، صارت نائب، وكل بلا استثناء أصبحت الوظيفة. ولكن الوظيفة البيولوجية من الله ميز الرجل من المرأة. الوظيفة الشخصية كيان المرأة في أنوثتها، في جمالها، في أمومتها. نعم صحيح. معنا اتصال من دكتور جلال فاخوري. صباحك نور دكتور. صباح الخير إليك ولا أبونا جورجي. تسلم حبيبنا، الله يسعدك يا دكتورنا. دكتور جلال، ماذا تقول في موضوع الزواج والزواج بين الاعتقاد المتوارث وبين متغيرات العصر في المفهوم المسيحي؟ نعم، في المفهوم المسيحي. طيب. تفضل. الزواج أصلا هو فكرة إلهية. نعم. مكللة بالنعمة. حلو. ومن دلائل هذه النعمة نستند إلى النعمة أولا قضية الإيمان. نعم. كلما كان الإنسان مؤمن كلما تقرب من الله، وبالتالي إنه تحل الهدوء والسكينة على الإنسان. نعم. هذه أول الهدوء والسكينة. إن التحدي، أي تحدي الإنسان من السماء لقبول الإرادة الإلهية. وبمعنى أكثر دقة إنه الله بيختبر الإنسان في موضوع الزواج لمعرفة مدى تحمله وصبره على مشاق الحياة ومتاعبها. جميل. ثالثا قضية الزواج هي استكمال للمفهوم الإلهي، أي أن حتى تكتمل صورة الله في ذهنه خلق هذه الوسيلة، وسيلة الزواج، إيمان على أكمل وجه في الكمال الإلهي. حلو. أربعة، قضية الزواج هي قضية إرادة، هي إرادة بشرية. يعني إحنا إذا بدنا ننظر للزواج من زاويتين، زاوية إلهية. الزاوية الأرضية هي خاصة بالبشر، منها الإرادة ومنها التحمل والصبر والاهتمام والإيمان وما إلى ذلك. الوجهة السماوية هي قضية وضع الإرادة في الإنسان لاختباره على مدى التحمل مشاق الحياة. نعم. اثنين، لمعرفة وجهة نظر الإنسان في الله والصليب والمسيحية بكاملها. أي بمعنى آخر كلما اكتمل مفهوم الوسائل التي تدل الإنسان على الإيمان كلما اكتملت واقتربت من الله، كلما كان الإنسان أكمل إلى التقرب من الله. جميل جدا. والزواج هو أحد الوسائل اللي وضعها الله، والزواج هي أصلاً فكرة إلهية محفوفة قلت بالنعمة. ومن دلائل هذه النعمة أنه نقل سر، اللي مثل ما حكى قبل شوي أبونا، هي نقل سر الحياة من أجيال إلى أجيال. نعم. واحد. اثنين، قضية نقل الأجيال تخلق جيل جديد مؤمن يتجه إلى الله، لا يتجه إلى المادة في الحياة. أي بمعنى آخر هي نوع من تقريب الإنسان إلى الله، مش إبعاده عن الله للحياة المادية. والستر عليه يعني كمان بالناحية ثانية. نعم. والستر عليه لأنه بصير بالعائلة بيبعد عن الخطايا، الزنا بيبعد عن خطايا العالم. أنا حكيت في السكون والهدوء.
وحكيت في السكون والهدوء. ما معنى السكون والهدوء في حياة الإنسان؟ هي أن يكون مؤمن قليل المشاكل مثلا، يعني ما عنده شرور اللي يفكر فيها، ما عنده أبعاد لعمل الشر أو كذا، وهي نوع من التقريب إلى الله. أنا حكيت إيمان. وبالتالي أن الزواج هو أحد أكبر الوسائل المسيحية التي وضعها الله، يعني لأن الزواج هو من وضع الله، مش أكيد من طبعا لأنه قلت لك أنا فكرة إلهية محفوفة بالنعمة، مليئة بالنعمة. جميل. هذه النعمة من دلائلها أن نخلق إنسانا مسيحيا كاملا على صورة الله. جميل جدا. حلو. يعني دكتور أنت بطريقة هيك فلسفية عميقة المفاهيم لخصت موضوع الزواج وماذا يريد الله من هذا السر اللي وضعته الكنيسة، سر الزواج. صحيح. المقدس هو اختبار لإرادة الإنسان في الصبر والتحمل، اختبار للإنسان في مدى إيمانه، اختبار للإنسان في مدى قبوله لله، اختبار للإنسان في مفهومه عن المسيحية. حلو. كيف يقبل الصليب في حياته على أنه الأساس في الحياة المسيحية. حلو. هو الإيمان بالصليب، هو الإيمان بالميلاد، هو الإيمان بأن المسيح هو الإله. عندما ننظر إلى صورة المسيح وإحنا ماشيين بالشوارع أو إلى الصليب أو كذا، لا ننظر إلى المصلوب على أساس المصلوب، ننظر إلى الروح اللي موجودة في المصلوب نفسه. نعم أكيد. حلو. هذه هي فلسفة الدين المسيحي، أن تقوم على دلائل. نعم. تثبت أن الله في الإنسان رضي أم لم يرضى. أكيد. وبصراحة كمان هذا ينطبق على كل الأسرار الكنسية، يعني على كل المهام الكنسية اللي إن كان بالكهنوت أيضا، الزواج أو بالبتولية أو الزواج. بس الزواج مدام باعتبار أنه أهم العناصر المسيحية التي تقوم عليها المسيح. نعم. هو صعبة يعني مش سهل. هو نوع من التقريب إلى الله. هو الزواج يعني على مفهوم بعض الأشخاص هو جهاد. أكيد. جهاد وهو اختبار لإرادة الله، يعني حلوة مسؤولية كبيرة. كمان مسؤولية طبعا. كبيرة صح. لا لا لا، مش اختبار إلى إرادة الله، لا لا، الله يريد أن يختبر. نعم نعم، حكيتها بالعكس. اختبار. نعم، الله يريد أن يختبر الإنسان من خلال هذا الزواج. طبعا. حلو. لا تدخلنا في التجارب. ولذلك أرجو أن تأخذوني على علاتي. لا بالعكس دكتور، يعني نحن شاكرين لك هذا العمق في الشرح. تواضعك يا دكتور، يعني تواضعك. أنت باحث ومفكر وإنسان يعني مطلع ومثقف، فإحنا بنشكر لك هاي الإضافات اللي عم بتضيفها كمان على هذه المفاهيم، لأنها إضافات جديدة يعني عميقة فلسفية. أرجو من أبونا جورج إنه يفهم تماما إنه أنا دائما ما بنطلق منطلقات دينية، يعني تاريخها للكهنة، لأنه هاي مو شغلتي. نعم. أنا شغلتي إنه أرفي الفلسفة من أي مهمة في الحياة. نعم. أرفي عليها الطابع الفلسفي. ليش دائما بنسأل إحنا ليش؟ نعم، لماذا؟ نعم. وكلمة ليش تتضمن معاني كثيرة يعني. نعم صح. أكيد. صحيح. لا بالعكس غنى. أنا بشكرك يا دكتور، شكرا على هالمداخلة، والله يعطيك الصحة والقوة يا رب، وتضلك مستمر معنا بمداخلاتك في مواضيعنا القادمة إن شاء الله. وإحنا لعيون نور ساتر. الله يسعدك. شكرا. صح. صباحك نور. نور علينا وعليك إن شاء الله. شكرا. نحن بالحلقة الماضية أبونا ركزنا على موضوع التلمذة،
وحكينا يعني هذا تذكير للحلقة الماضية، وحكينا فيها عن موضوع التلمذة بأن يكون الإنسان تلميذا قبل أن يدخل في مجالات الحياة. بده يتعلم طبعا، يعني بهالسيارة اللي بده يسوقها بده يتعلم السواقة، فكيف بالأحرى زواج بده يدخله، فبده يكون متعلم عن هذا الموضوع. لكن نحن اتفقنا بالحلقة الماضية أنه يكون هناك أساس نبني عليه هذه القاعدة، والأساس بتكون من العيلة، الأب والأم لما بيكونوا عايشين حياة عائلية مستقرة سليمة متوازنة، بتخرج بتخرج جيل من الأولاد عايش هذا التوازن وهذا الاختبار الحياتي. فلما بيصيروا في مرحلة الزواج بعيدوا هذا الدولاب ضمن متغيرات العصر. يعني اللي إشي مثلا كان مطبق على دور أهلهم ممكن تغير على دور الأولاد، لكن الأساس جوهر ثابت. نعم الأساس الجوهر، الأساس العائلي. لما النص الإنجيلي نعم صحيح، بدناش نتأخر على اتصال الأسيس فايق حداد وهو راعي كنيسة الفاتي الأسقفية العربية الإنجيلية، القس الكونون فائق حداد. صباحك نور. صباح الخير وصباح النور وصباحك نور، شكرا لكم حبيبي قسيس. شكرا لتلبية الدعوة، عندنا عنده مؤتمر ولكن طلع مشان النور ساهل. ما احنا كمان مهم مؤتمرنا طبعا، انا وياك بنعمل مؤتمر صباحي كل نهار ثلاثة. انا منشكرك لوقتك قسيس. نحن موضوعنا عن الزواج بين الموروث وبين متغيرات العصر ضمن نظرة مسيحية، فنحن عم نحكي عن الزواج المسيحية. ماذا يقول القس فايق حداد عن موضوع الزواج المسيحي؟ صباح النور ونعمة وسلام للجميع سمعينا وإلكو. شكرا. في الواقع يعني الزواج ككنيسة لم يتغير بالموروث، والزواج واحد في مفاهيمه الكنسية والكتابية لم يتغير شيء. أما الموروث الاجتماعي فقد تم تغيير كثير من الأمور والشؤون. نعم الزواج في السابق نقدر نحكي هالأمثال الرائعة اللي كانوا بيستخدموها. نعم. النسب نشب، يعني بيكون معلق مع بعض الأعمام والإخوال والنسب والعائلة. نعم. اليوم منشوف الانفراد في العلاقة والاتصال، الانقطاع عن ممكن العائلة أو العائلة الممتدة. نعم. في السابق كانت الاحتفالات الرائعة اللي ممكن يحتفلوا فيها، ما كان في إشي اسمه بمفهوم اليوم حفل الاستقبال أو الريسبشن. نعم. كانوا كل العائلات إن كان للعريس أو العروس بيعملوا هالاحتفالات في هالبيت، العمة والخالة الأخت والجارة والكل بيكون بيفرح وبيزغرت مع بعض بفرحة هالعائلة والزواج. نعم. الأسرة كان في دايما من يرعاها. نعم. خصوصا كبير العائلة إن كان من طرف الزوج أو الزوجة. نعم. الامرأة وإن كان لها كل الحقوق اللي زالت موجودة، لكن كانت بتعيش حياة ربة الأسرة. نعم. ممكن نعيز ذلك إلى أو نوعز ذلك إلى عدم عمل والداتنا في الماضي بوظائف رسمية وعدد اللي كانوا عم بيشتغلوا قليل، فلذلك كان الاهتمام في البيت وهذا حق ممكن، لكن كانت تربي وتعلم وكانت وظيفة 24 ساعة. نعم. اليوم الامرأة وحقوق الامرأة طلبت بانه يكون في إلها انها ام ومربية ومعلمة وبتعمل في الخارج. نعم. والفكر عند الشباب لازال واحنا منربي هذا ومنعززه بكثير من المواقف انه انا ممنوع اشتغل في البيت، وفي الواقع بين ما بعد كرجل يعني قسيس كزلمة الرجل. نعم.
كيف ابونا؟ بقول الزلمه يعني، هيك اضفت انا سالت عن نفس الكلمه. الرجل استعجلت. يعني بده يصير يفكر بانه انا رجعت على البيت بطل في عنده نفس الفكر انه انا اشتغلت طول النهار الان لازم ارتاح. ما عمالنا منكون منفكر انه الامراه اشتغلت طول النهار وبحاجه ترتاح، فبترجع اليوم لتعليم الاولاد، للطعام، للتنظيف، وبصير في عندنا اليوم الاسره اختلف مفهومها وصار في عندنا دخلت المشاكل. هذا من ناحيه. نعم. من ناحية ثانية الاحتفالات اللي كانت اليوم اختلفت. نعم. الأسرة بتعمل هالريسبشن، بتسوي هالاحتفال، وبعدين بينطلقوا اثنين بأحادية الأسرة. نعم. صارت المشاكل عم بتزيد. نعم. الآن الشاب والصبية اثنين عاملين، اثنين لهم قوة اقتصادية، اثنين عمالهم بيفكروا في مستقبل، لكن اللي بيشتغل أكثر الإمرأة. نعم. اللي صارت تطلب بأنا بدي حريتي. المشاكل كانت أول تدار بإطار الكنيسة وإطار الأسرة، اليوم صارت عم تدار بإطار الأصدقاء والزملاء العمل والتواصل الاجتماعي، تعرض عليهم المشاكل الامرأة كانت او الشاب، ومش الكل حكيم في هذا الامر، في مختصين. نعم. ان كان من رجال الدين او من غيرهم. نعم. ما بين الماضي اللي اليوم كنا نشوف انه نسبة الطلاق والانفصال. نعم. قليل جدا، الى اليوم صرنا نسمع اكثر. صحيح. شو اللي زاد؟ أنا بتوقع هي مفهوم الانفرادية، إنه أنا بدي أكون حق لإلي أنا موجود. اثنين الحرية اللي عمالنا نتحدث فيها صارت جزء من فكر الأنثى التحرري، الامرأة بدها حرية أكثر، بدها أصدقاء وعلاقات، واللي إحنا بموروثنا الاجتماعي وموروثنا العائلي والعتائري الرجل مش قادر يتطور مع الامرأة بهذا الفكر، او ممكن بيرفضه وبتبدأ المشاكل هون. صحيح. اقتصاديا انه صار في قوة اقتصادية عند الامرأة بالعمل، فهي مشاركة في مصروف البيت. لكن من يدير الامور الاقتصادية في العادة هو الرجل، لذلك لما بيصير في أي نوع من النقص توعز المشاكل إلى الرجل واللي هو بيرفض. كمان هاي جزء من المشاكل اللي عمالنا منواجهها. صحيح. اليوم احنا في مفهوم الزواج هو طبعا الأولاد، قداسة البيت والمخدع، الاستئناس مع الآخر وحياتهم مع بعض، لكن المفهوم الجديد بأنه أصدقائنا جزء من الأسرة والعيلة. نعم. بتوقع طور مفهوم الأسرة إلى أسرة فيها أفكار أكثر من اللي مفروض تكون كتابيا عم بحكي أو. نعم. اجتماعيا. لما أصدقائنا عندنا كل يوم في البيت معناته صاروا جزء من تفكيرنا وتخطيطنا للمستقبل أو الحالي، ورعايتهم لأولادنا وبأفكارهم المختلفة وخلفياتهم المختلفة وعملهم ممكن يكونوا عبء اقتصادي احنا مش عمالنا بنعترف فيه، وممكن يكونوا ايضا من جزء بدل ما يكون حل يكون هو من صف مع واحد ضد واحد في اي مشكلة. صحيح. من الأمور اللي عمالنا منواجهها إحنا وبنتحدث فيها مع أولادنا وبناتنا بالزواج هو إنه لما بيصير في عندك مشكلة، وكلنا في مشاكل، فيش بيت أكيد. لا يخلو من. نعم. أزمة، يعني صعوبات خاصة مع التحديات الحياتية اللي بنواجهها، المسؤوليات والواجبات بتخلي الإنسان يعيش في حالة اضطراب، مرات في حالة انزعاج. وإحنا وين منحلها؟
هذا الاستشارة الزواجية أو ما قبل الزواج وما بعد الزواج في الاستشارات، يجب أن نعلم أبنائنا بأن المخدع هو الأساس في حوار ما بين الزوج والزوجة. اليوم الحوار بين الزوج والزوجة انقطع، بأول شيء بيصير في صعوبات بطلنا نتحمل، عم نروح لعند الأهل، الأب والأم أو الأخ والأخت بالإضافة إلى الأصدقاء. فدايما بحكي لهم بخبرهم إنه ما في أب وأم بيحبوا نسيب أو نسيبة زوج ابني أو زوجة زوج أكثر من ابنه أو زوجة ابني أكثر مني. فلذلك أنت بدل ما تكون بتواجه في صعوباتك شخص، صرت بتواجه ثلاثة وممكن أكثر. والعكس رح يكون صحيح إذا كمان خبرنا الأهل من الطرف الثاني، فبصير عيلة أسرة وأسرة وعيلة وعيلة. المشكلة بتكبر بدل ما إحنا نصغرها ونموتها في مهدة في مخدعنا. ونرجع ممكن للأصول. مش عم بحكي أنا دائما رجال الدين هم من الأصل في الاستشارات الزواجية، في مختصين كمان ممكن نرجع لهم. في ناس عندهم هاي الـ العلم والموهبة اللي يقدروا يساعدوا شبابنا وصبيانا. الاحتفالات اللي كنت بحكي فيها مع البداية كمان كان في الزمانات الكل يشارك، إن كان في الهدية إن كان في الطعام. اليوم صارت إرهاق على الزوج والزوجة فعلا. وإذا بدي أعطيهم نصيحة، ما بقدر أعطيهم نصيحة ما تعمل حفلة، وما بقدر أعطي نصيحة إنه ما تحتفل وتفرح بهاليوم اللي بده يكون ذكرى أبدية لإلك. لكن راقب مصروفك، راقب إمكانياتك، ما تخلينا الفكر القديم اللي بيحكي ديون الزواج تروح بسرعة وديون البيت بتروح بسرعة. اليوم الديون صارت ثقل يعني صليب على كتف أبنائنا وبناتنا اللي بدهم مشان يكونوا سعداء ليوم يبقوا 5 إلى 7 سنين بيسددوا بديونهم. خليهم يخففوا شوية. اللي الأهل بيساعدوا أكيد، وإحنا هذا التكافل الاجتماعي الرائع في مجتمعنا الشرقي وفي مجتمعنا الأردني. لكن هو حمل، هو حمل فعلا. إحنا بدنا نساعد. إيش بدها تساعد الكنيسة؟ إيش بدها تنصح؟ أنا برأيي إنه النصيحة، الزواج هو مقدس، هو زواج ارتباط أبدي. الزواج هو علاقة بين اثنين، وما واللي موجود في الكتاب المقدس يترك الرجل أمه وأباه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. وهاي أنا برأيي لو بدنا نرجع لأصل اللغة، يترك الرجل ولازم تترك الامرأة أباها وأمها وتلتصق بزوجها ليكون الاثنان جسدا واحدا. حتى يكون الاثنين مكونين. الأمر الثاني والمهم جدا هو الاستمرارية في استئناس لبعضنا البعض، في السراء والضراء، في المرض والصحة، في الغنى والفقر. مش أنا أخذته لأنه غني أو لماخذ القرد عماله القرد راح المال رجع القرد على حاله. لا حبيبي يا قسيس، أنا آسف إنه عم بعطي أمثلة. لا بس يعني فعلا هذا هو الواقع اللي منعيشه قسيس. يعني أنا كتير شاكرة لكل المحاور اللي دخلت فيها، لأنك أنت طرحت الموضوع من المحورين، المحور الأرضي الاجتماعي والمحور اللاهوتي الروحي الكنسي. هذا مهم جدا. فجمعتهم التنين. إحنا اليوم الناس مش عمالها بتسمع للكنيسة، مبسوطين سعداء بيكونوا مع القسيس مع القوري مع الأبونا هالنص ساعة بيسمعوا الإنجيل، أو ممكن من الفرحة ما يسمعوش إشي. مظبوط. عشان هيك دائما بنقول إحنا التحضير ما قبل الزواج، يعني حفل الزواج هو في النهاية، مش إنه بيستنوا كمان إنه يسمعوا إشي من بالاحتفال، هو التحضير المسبق بالضبط الأهم.
أبدعت ست باسمة بأنه عملت إرشاد زواجي أو زوجي ما قبل الزواج. صحيح. في حصص وفي دروس وفي نعم. تعليم وفي مؤسسات مسيحية كمان اعتنت بهذا الموضوع. نعم. وبتمنى أنه كل كنائسنا، يعني أنا بدي أبدأ من كنيستي الأسقفية وأمتد إلى جميع الكنائس. نعم. أنه يكون شرط ما قبل الزواج أنه نوعي أبنائنا وبناتنا للحياة الدينية الكنسية الزواجية الإرشاد الاقتصادية النفسية طبعا الصحية. هذه كلياتها يعني هذا أمر كثير مهم مهم جدا طبعا. وهو هاي أظن الحلقة المواد اللي بتدرسوها في تحضير الخطاب. صحيح. اللي بتدخل في الدورات اللي بيحضروها قبل الزواج. شاكرين اتصالك قسيسنا، وعن جد يعني أعطيتنا من وقتك في ظل انشغالاتك. ثانك يو حبيبي. الله يسعدك. شكرا لك قسيس. ان شاء الله مؤتمرك يكون موفق وربنا يحمينا ويسدد خطى الجميع ان شاء الله. تسلم يا رب. كثير بحب هذا البرنامج تبعك ويسعد صباحك. ثانية صباحك قسيس. شكرا لك. شكرا لتواصلك. شكرا شكرا. الله معك. معنا كمان اتصال آخر من السيدة ماري السويس حتر. راح الاتصال. شباب إذا بنرجع نعيد الاتصال مع السيدة ماري السويس حتر. فاللي حكاه الأسيس فايق جدا رائع، لأنه هذه هي المشاكل، أو مش نقول المشاكل، هاي التحديات اللي بتواجه الأزواج الجدد اللي عم بيتجوزوا حاليا. لكن نرجع منقول أبونا أنه النص واضح في الإنجيل المقدس، لما أنت تكون عم تبني عيلة وعم بتأسس عيلة، ومن القاعدة كان هناك الإرشاد بكل معاني الحب والتعليم اللي أعطانا في السيد المسيح، عايشينها من صغار لكبروا، ما بتكون هاي المشاكل حاصلة. تفضلي. معنا اتصال من السيدة ماري سويس حتر، وهي ناشطة في العمل الاجتماعي والإنساني وحقوق الإنسان والعيلة والطفل. فبشكر هذا الاتصال ووقتك يا سيدة ماري. صباح الخير. صباح الخير لهالمحطة التنويرية الروحية اللي احنا بنحتاجها، على اساس انه تكون عندنا رؤية سليمة في كثير من الامور في ظل تحديات ومشاكل الحياة. اكيد. والله يعطيك العافية. الله يعافيك. بشكرك. صباحك نور ست ماري. صباح النور. الله يخليك. ست ماري، ماذا تقولين بموضوع الزواج؟ ما الهدف؟ احنا عم نحكي عن الزواج المسيحي، والكهنة عبر حلقتين يعني فسروا لنا الأمور اللاهوتية من الغاية من الزواج، وأيضا عرجوا على المواضيع الاجتماعية اللي بتصادف الأزواج الحاليين. لكن كأنت سيدة وبنظرة علمانية، ما هو مفهوم الزواج في العصر اللي احنا فيه الحاضر؟ حين رسم الرب سر الزواج بقوله تبارك اسمه: ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. نعم. وهذا معناه أن الروح القدس هو الذي يجمع بين الزوجين في سر مقدس. نعم. يقول بولس: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. إن هذا السر العظيم. اثمروا واكتروا واملأ الأرض. نعم. وقال أيضا: أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. فعندما نقول الزواج سر مقدس، السر يسمو على أي علاقات، يعني علاقة سرية في عهد مقدس. فكيف نعد هذه الأجيال لهذا السر المقدس؟ دكتورة، يعني إذا إحنا بدي أتعلم قيادة المركبة أنا بدي دورات، إذا بدي الكمبيوتر بدي دورات، فهل نعد هذه الأجيال لمفهوم بناء أسرة؟ نعم. يعني الزواج الهدف منه
قيام أسرة على المحبة والوفاق والتفاهم. هل نعد المقبلين على الزواج إعداد سليم لمفهوم الزواج وبناء الأسرة؟ يعني للأسف يعني أنا كناشطة في العمل العام ونعمل أحيانا بالإرشاد الأسري، يعني أجد أنه مفهوم الزواج هو مجرد المظهر، العلاقة الزوجية القائمة على العلاقة الجسدية، ولكن غرس المبادئ الروحية، البعد الروحي في الزواج غائب عن المفاهيم في كثير من الأحيان. نعم. يعني إحنا بنفكر الزواج حفلة وهيصة ورتب والأشياء هاي، لكن الحقيقة أنه إحنا حتى يكون عندنا أسرة أنمو واقتروا واملأوا الأرض، يعني تكوين أسرة في مسؤوليات. فعندما أقف أنا أو أي شاب أمام الكاهن المخول بإعطاء هذا السر، يقول الاثنين هل تقبلان الأطفال بحب من يد الله؟ نقول نعم، ولكن هل إحنا مؤهلين لتربية الأبناء من أهل هذه الأجيال؟ يعني قال لو واحد سأل حكيم يعني السن المناسب اللي أبدأ بتربية ابني، فقال بعشرين سنة قبل مولده، أي بتربية الأب والأم اللي رح ينجبوا هذا الابن. فإحنا الاستثمار في التربية المسيحية الصالحة للأبناء يعني والإعداد قبل الزواج بمعنى مفهوم السر الزواج. يعني عندما أقول أن تكون معها في السراء والضراء، يعني أنا ملزم بإني أتقبل هذه الزوجة أو الزوج في حال الشدة والرخاء وكل التحديات اللي نواجهها مع بعض. فهل إحنا بنعطي مفاهيم لمواجهة هذه التحديات؟ بنأهل الطرفين عندما نقول إنه يعني الطاعة والاحترام، الطاعة ليس عبودية، الطاعة على بما يرضي الله في الإيمان. يعني أنا عندما أطيع الله، يعني الرب هو رأس الكنيسة والرجل رأس المرأة، يعني هذه مفاهيم بعطونا إياها. لكن الطاعة العمياء مثلا أو الطاعة خاصة، إحنا هلأ هذه الأجيال تستقي مفاهيم حقوق الإنسان من شتى المصادر، ولكن يعني نأخذ المفاهيم انتقائية. يعني أنا أعتبر أنه الحرية هي التمرد. نعم. أعتبر أنه كثير من يعني أنا لما بشرح حقوق الطفل حقوق الإنسان، يعني أنا حقوقك مقابلها واجبات. يعني أنا ما بيصير أكون إنسان أناني بس أخذ ما أعطي. فالزواج هي عملية تشاركية تبادلية تقوم على الاحترام والثقة والمحبة. يعني في هذا البناء يعني ما بيصير أنا أبني والطرف الآخر غير مؤهل معاي للبناء يهدم. نعم. هذه مفاهيم يجب أن نغرسها. هناك مثلا المواجهات، يعني أغلب المشاكل تدخل أطراف خارجية من في حل أي مشكلة بسيطة للزوجين لأنه مش عارفين يحلوها، والطرف الثالث اللي بيدخل قد يعني يهول الأمور ويصبح حالة الرجوع أو الشقاق والنزاع أكبر. فكيف نعلم هذه الأجيال أن تحل مشاكلها؟ كيف نؤهلها أنها تكون قادرة على الوصول إلى حلول وتفاهم؟ يعني لا يخلو أي بيت من المشاكل والتحديات. يعني أذكر عندما كنت يعني طفلة، كان بيت والدي إنه يأتي في كل يعني كمختار عشيرة يجي يحلوا مشاكل عنده. يعني أذكر والدي يمسك الزوج، أمي تمسك الزوجة، بعد شوي يروحوا يعني ماسكين إيدين بعضهم وكأنه ما صار شيء. فإحنا مشكلتنا حتى الناس اللي بتقدم الإرشاد للأسرة أحيانا غير مؤهلة لتقديم هذا الإرشاد. يعني أنا ما بيصير أحل مشكلة أي إنسان من وجهة نظري، بدي أسمع للطرفين وأتقبل يعني الرؤية عند الطرفين ونتوصل إلى قناعة مشتركة لحل المشكلة. فيعني كثير أنا يعني أتمنى على المراكز الروحية، على الكنائس، إنه يكون فيها الإرشاد الروحي. يعني زي مثلا أختي دكتورة باسمة، يعني تجديد العهود، لو كل فترة مثلا بالكنيسة المتزوجين، يعني ما بصير أنا أعطيتك هالإكليل واحتفلت فيك
وأنسى وجودك بالزيارة وبالإرشاد الأسري. نعم. يعني كلنا بحاجة لللمس الروحية تدخل حياتنا. نعم. هل إحنا يعني أنا أحيانا لما بحضر رسم الراهبات بيجدد النذور. نعم. فهل إحنا وهم يعني نذرهم الصادق أمام الله، هل إحنا هذا النذر بنجدد الفاوز أو العهود اللي قدمناها أمام هيكل الرب؟ نعم. بتمنى على الكنائس إنها دائما تتواصل مع اللي بتكللهم. نعم. إنه ترجع شو أحوالهم، شو تحدياتهم، هل هم قادرين يكملوا أو ما يكملوا. للأسف دكتورة باسي ما عملت دراسة عن عن الطلاق عندنا، 45% من حالات الزواج تنتهي بعد السنة الأولى أو السنة الثانية إلى الطلاق. فهل هذا منطق؟ لو بنيت هذه البيوت على أسس سليمة هل تصل إلى الدمار؟ يعني وأغلب حالات الطلاق تحت سن 30. في أمور لما بنفكر يعني أنا كإنسانة عاقلة، يعني التوافق اللي بدنا نقدمه في مؤسسة الزواج، يعني أحيانا التفاوت في العمر الكبير، خذوهم صغار وأدبوهم وربوهم، هل هذا منطق سليم لبناء أسرة؟ اللغة غير المشتركة، يعني أنا مغترب ومعاما يعني فلوس وقادر مؤسس حياته بعطيه بنتي، طب ما فيش أي لغة مشتركة بين الطرفين، فكيف تستمر مؤسسة الزواج؟ نعم. فيعني أنا لما بدي أب يعني يعني إحنا كنا زواج تقليدي. نعم. لكن الزواج التقليدي لم يكن أمامنا خيارات بهذا الانفتاح الكبير اللي أنا بستقي معلومات. نعم. يعني كانت الأسرة الممتدة الكل يدعم بعض، الكل يعني طقوسنا الزراعية ندعم بعض بكل إشي. نعم. دائما في كبير بالعيلة عاقل يهدي الأمور. نعم. لكن هلا أنا للأسف يعني أحيانا لما بحس إنه كل مشاكل الزواج على الفيسبوك وحلولي مشاكلي. نعم. ويعني ناس غير مؤهلة بتفتي بقضايا خاصة. نعم. فهذا غير منطقي وغير صحيح فعلا. يعني نعم. أنا بتمنى إنه العلمانيين يعني رجل الكنيسة يعني مع احترامي للجميع إنه أن لا يكون دوره تقليدي، إنه أنت يعني الموقع أنت منحت سر الزواج إنك يكون في عندك التزام ومسؤولية تجاه الأسر الجديدة إنك تدعمها. نعم. وأخت باسمة يعني في قضية بتمنى كمان أن نطرحها بخصوص الزواج. نعم، تفضل. في مؤشر خطير عندنا الآن في الأردن وأغلب الوطن العربي والعالم عم بيصير أنه ارتفاع سن الزواج للشباب والصبايا، يعني سن الزواج للفتيات صار فوق 38 وللشباب. نعم. بالأربعين. نعم. فإحنا إذا فكرنا في بناء الأسرة اللي الهدف منها الامتداد انمو واكثروا، فتصبح الخصوبة أقل لدى الطرفين، وهنا مشكلات جديدة إنه بنركض على الدكاترة بسبب العقم أو عدم. نعم. القدرة على الإنجاب. نعم. فهذا يخلق مشاكل جديدة. نعم. أتمنى إنه إحنا نحط مفهوم الأسرة من سن مبكر للطرفين، والكماليات والمظاهر الباذخة يعني الكورونا يعني عملت سلوكيات جديدة أرجو أننا نستمر عليها. نعم. يعني أنا مهم عندي العروسين اللي واقفين وأسرتهم تفرح معاهم وأصدقائهم، مش مهم. نعم. عندي الكنيسة انتلت بألف مدعو وغير معنيين. نعم. مش مهم عندي حتى كمان اللي بيروحوا جاها يطلبوا العروس بتكون كلها شخصيات ووزراء وأعيان حتى لا عارفين اسم العروس ولا العريس ولا على استعداد يدعمهم إذا. نعم. كانوا مشكلة. نعم فعلا. أتمنى أن يكون في عندنا بالرعاية صندوق حتى الأسر لما بتمر بضائقة مالية تؤدي إلى الطلاق في كثير من الأحيان. نعم. أن يكون في دعم إلها. نعم. يعني أنا عندنا علي مسؤولية روحية تجاه أي اثنين تزوجوا، يعني في الإنجيل المقدس أو في العشر أي البركة، هذا العشر أن نسخره ونوفره لدعم الأسر الجديدة حتى أنها قادرة تستمر. أقصاد مدارس صعبة يعني الدخل غير كافي أمام نعم. وأيضا أمام هناك دكتورة باسمة يعني في لما كنا بالمدارس
كان يعلمونا شيء اسمه التدبير المنزلي. نعم. فكانوا يعلمونا كيف تعمل إزرار القميص أو يا. كيف ترسل الجرابات. صح مزبوط. كيف تعمل الطبخة لا. كيف تنظف السباحة وركوب الخيل. نعم يعني هاي الأمور البسيطة والجمباز. دكتورة الأمور البسيطة اللي إحنا بنفتكرها لا قيمة إلها كانت تأسس الفتاة لمفهوم الزوجة ومفهوم الأسرة. نعم، وإدارة المنزل. نعم في المدارس. فلماذا ابتعدنا؟ يعني إحنا هلا للأسف الشغالة إذا كانت بالبيت هي اللي بتربي، الكل يتدخل في التربية، ما فيش منظومة تربوية يتفق عليها الزوجية لتنشئة. نعم، الأبناء. نعم، يعني ندخل بمتاهات أخرى غير عن أنه الرئيسي اللي هو الزواج والزواج المسيحي ومفهوم يعني الزواج. لماذا تزوجت هذه العائلة؟ لماذا انت تزوجت؟ لازم هل أنا تزوجت على أساس يعني بس وقضية بتمنى بالزواج أنه التركيز عليها، لأنه أغلب القضايا اللي عم بطلع عليها للإرشاد الأسري إنه حتى العلاقة الزوجية نعم ما فيش مفهوم واضح فيها. نعم فعلا. وإحنا كأنه هذا خط أحمر ما بنحكيش فيه، لكن ما هو مزبوط. الخط الأساسي بالعلاقة الزوجية. صح. يعني وللأسف انفتاح الطرفين الشباب بفكروا الأفلام الأباحية هي الحقيقة، وهي مع أنه هذا تمثيل، فإحنا نفهم أنه العلاقة الزوجية قائمة على حب وثقة واحترام وعدم الخيانة، يعني كل الأشياء هاي. نعم. يعني الطرفين قد يكونوا يعمل الزوج والزوجة. نعم. نعم. فالزوجة عليها أدوار كبيرة داخل الأسرة. نعم. فأنه يتقبلها الزوج بتعبها يساندها، يعني ما عاد الشيء عيب أنه أنا أشارك بأعمال المنزل الطرفين. نعم. لأنه كل واحد بالبيت بده يتعلم يكون مسؤول، ينهض بمسؤوليات داخل. نعم. الأسرة. نعم. فيعني الأسباب اللي بتأدي أحياناً يعني قصة يعني بجوز تهوسوا لأنه أنا مش مفروض أظن أجلي كل نهار هو أنا بجلي وهو يشطط. نعم هذه أشياء يعني أشياء بس جداً يعني وعي. هذه بسيطة بتلاقي بيقصوا يعني عليها لأنه ما في أساس متين مبني عليه الزواج. فما ربنا إذا بقول لك في آية وبحطوا على كرت العرس، إذا لم يبني الرب البيت فباطل يتعب البناؤون. لا ممكن يعني إحنا ما بدنا هذه الحلول، الهروب من مواجهة التحديات. أكيد. برضو إحنا بدنا إنه تقسيم الأدوار. أكيد. الاتفاق على منهج تربية، انه لانه الابناء غالبا بيكونوا ضحايا تدخل اطراف كثيره. نعم. وانه الصحه النفسيه يعني ذكرته بالحلقه السابقه. نعم. اهميه الفحص النفسي للطرفين. نعم. يعني زي فحص الدم لازم انا اعمل فحص نفسي. نعم. واتمنى انه يضاف الى التامين الصحي، وطالبت سابقا وزاره الصحه، لانه اغلب المشاكل العضويه هي عمليه اسقاط بتصير نتيجة يعني خلل نفسي. نعم. يعني دكتورة أنا إيدي بتوجاني ولا سني بوجاني بركض على الدكتور. نعم. بس ليش لما نفسيتي بتتعب ما أحتاج إلى مستشار إنه يساعدني على هذا الموضوع. نعم. يعني هذا أثرنا بالحلقة الماضية إنه بالإضافة للشهادات اللي عم تنطلب من الخطاب إنه كمان أيضا الصحة النفسية يكونوا يعرضوا حالهم ل مستشار نفسي ليشوفوا كمان إذا وأي مستشار مهما كان يعني إنه يكون مؤهل، وإلا هي النصيحة الخاطئة ممكن تدمر الأسرة وتضاعف المشاكل. طبعا طبعا. أنا بشكرك كتير يا ميري حبيبتي، الله يسعدك على هذا الطرح الوافي، وأكيد الحديث يطول في هذه المواضيع خاصة أنك طرحتها بعدة محاور، وكل محور بده حلقة. فأنا بشكر وقتك وبشكر يعني أنا محبتك حبيبتي. إنه يعني إحنا هذه المحطة اللي بعتقد يعني أنا للأمانة يعني لما بروح على أمريكا بشعر إنه كل الأسر فاتحة على هذه المحطة تستقي منها الشذرات الروحية اللي قادرة. لله. نعم. إنها تشفي ما بداخلها. الحمد لله. فالله يعطيك العافية. شكرا لك حبيبتي. بارك إن شاء الله بلقاءات واستضافات أخرى تجينا على الاستوديو المرة الجاية. إن شاء الله. إن شاء الله يسعدك. شكرا لك.
وصباحكم مبارك. تسلمي، شكرا لإلك وانت ايضا. شكرا شكرا, شكراً. علمنا ابونا معين الصبر. هلا علمنا الصبر. فمعنا الاتصال الاخير مع الاب معين الحلو. نعم نعم، يلا معنا الاب معين الحلو لعبين ما يحضر الاتصال، وهو كاهن رعية مادبة، وهو ايضا اسس مكتب الارشاد الاسري كمان. نعم. في الكنيسة الكاثوليكية الرومي. نعم. الكاثوليك. نعم صحيح. نعم، فاتصال ايضا معه للحديث عن الزواج ومفهوم الزواج في المسيحية بين الموروث ومتغيرات. دكتور، لغاية ما يجهز الاتصال بحب أنوه لمجموعة قوانين الكنائس الشرقية. نعم. اللي بتشترط إقامة زواج صحيح بشرطين أساسيين وبعدين. نعم. بتفرعوا. أول إشي الرضا المتبادل. نعم. الثاني شغلة خير العائلة وإنجاب البنين. نعم. يعني ما بصير اثنين يتجوزوا ويتفقوا، عم يشوفها موضة منتشرة اليوم. نعم. إنه ما بدنا نخلف. نعم. هاي مناقضة للأساس القانوني لسر الزواج. نعم. لما إحنا بنحكي ارتقى المسيحية من عقد إلى عهد. نعم. فهذا العهد من أساسه الرضا المتبادل، ومن أساسه إنه خير العائلة وإنجاب البنين. نعم. فما بصير إنهم بيتفقوا على هاي الشيء، وخصوصا عم بنشوف اليوم المحكمة الكنائسية اللي ببطل زواجهم، مسموح لهم يعقدوا زواج ثاني ويكون عندهم خلف من الزواج الأولاني، عم بيشوفهم كمان بيتفقوا إنهم ما يخلفوا لأنه هو عنده أولاد وهي. نعم. عندها أولاد. نعم. فهم ما بدهم أولادهم يكونوا كبار. نعم. أحيانا. نعم نعم، نشوف اتصال أبونا. صباحك نور أبونا معين. يا صباح الخيرات والبركات دكتورة. ولا يهمك يسعد الصباح. يعني علمناك الصبر أبونا. صباحك نور. صباحك ورد وفل. انت ما بدك تتعلم الصبر اصلا، انت انسان صبور. لا، واحنا في موسم الصبر انت عارف. نعم. الصبر اللي بتاكل. الله يسعدك أبونا معين، أنت كاهن رعية مادبة، كيف أهل مادبة؟ و سلموا عليكم. الله يسعدك. زيارة إن شاء الله. أكيد إن شاء الله زيارة فيفسائية. إن شاء الله. لا، منتشرف يا أبونا. مرحب فيكم أيا كان شكل الزيارة، دائما مرحب فيكم. أهلا وسهلا. تسلم يا رب. وأنت أيضا التقدير والاحترام، لأنه أي عمل إعلامي هدف مجد الله تعالى بننظر له باحترام وتقدير. شكرا لك. وبندعو له دائما أنه يكون يعني منارة باسم يسوع. الله يخليك يا رب. احنا تركناك للآخرة أبونا، بس بقول لك التالي للغالي. فتحدثوا بعض الكهنة والعلمانيين عن مفهوم الزواج، وأيضا هالتحديات عم بتواجه الأزواج الجدد. لكن أنا بدي أسألك أبونا، كونك أنت يعني مسؤول مكتب إرشاد أسري وزوجي، ماذا على إيش بتركزوا، أو الأشياء اللي بتركزوا عليها لما بتحضروا للأزواج للزواج للخطاب، أو على ماذا التركيز بيكون، على أي أسس في موضوع الزواج ومفهوم الزواج المسيحي طبعا؟ تمام، هذا سؤال في غاية الأهمية. نعم. أقول لك كمقدمة. نعم. من خلال خدمتي في يعني مشروع تحضير الخطاب للزواج عبر السنوات الماضية. نعم. كنت ألاحظ شغلة، أن الخطاب كانوا في الأغلب يجوا على مضض، عرفتي كيف؟ نعم. يعني يحضروا دورات الإعداد للزواج على مضض. نعم. ولكن في كل مرة كنت ألاحظ أنهم في كل مرة كانوا روحوا مبسوطين. ليش؟ لأنه ببلشوا يدركوا شوي شوي أنه في أفكار غنية بتساعدهم لتأسيس حياة زوجية أكثر عمق مبنية على كلمة الله. نعم. وفيها أبعاد عملية لحياتهم. نعم. هلا بالنسبة لي خلاصة الموضوع كله. نعم. وأنا دائما بحكي وبقول إنه الزواج المسيحي بقوم على قاعدتين. نعم. ذكرهم القديس بولس في رسالته لأهل أفسس، والقاعدتين هم إنه على الرجل أن يحب زوجته كما أحب المسيح الكنيسة. نعم. وعلى المرأة أن تخضع لزوجها كما تخضع الكنيسة للمسيح. نعم. هذول القاعدتين هم الأساس في بناء أي زواج مسيحي. نعم. باعتقادي الشخصي وبخبرة متواضعة بقول لو الزوجين أدركوا هذه يعني أهمية هاتين القاعدتين وبنوا حياتهم عليها، أنا بعتقد انه 90% على الاقل، وهذا مجرد يعني رقم تخميني، بعتقد انه غالبيه مشاكل الزواج تخلص. نعم.
لأنه كمان من خلال خبرتي في المحكمة، من خلال مكتب يعني خدمة المصالحة ما بين الزوجين في المحكمة، كمان كنت ألاحظ أنه ينقصنا أنه نبني حياتنا المسيحية إلى حد ما على أساس كتابي وعلى أساس روحي. لما بنقول أنه على الزوج أن يحب زوجته كما أحب المسيح الكنيسة، يعني بنحكي أنه في الزواج تصبح المرأة هي محط اهتمام الرجل، تصبح الزوجة هي محط اهتمام الرجل، بتصير بوصلة حياته باتجاه زوجته، كيف يسعدها، كيف يرضيها، كيف يحافظ على قيمتها، كيف يحافظ على كرامتها، على مشاعرها، كيف يجبر بخاطرها، كيف تكون راضية ومبسوطة، بتصير يعني محبته لذاته بتنطلق وبتتكلل من خلال محبته لزوجته. يعني لما بتكون المرأة هي بوصلة قلب الرجل، هي بوصلة مشاعره، بوصلة تفكيره، بعتقد انه هذا بيساعد المرأة على انها تعيش حياة سعيدة. وبالتالي بيصبح الزواج بيئة جميلة، وبتصبح الحياة الزوجية حاضنة لأحلى وأجمل المشاعر اللي ممكن يعيشوها الزوجين، واللي بتساعدهم على تحمل كثير من صعاب الحياة اللي بيواجهوها مع بعض. بالمقابل على المرأة أن تخضع لزوجها. الرجل في التعليم المسيحي، في التعليم الإنجيلي، الرجل هو رأس المرأة. فخضوع المرأة لزوجها هو واحد من أسس نجاح الحياة الزوجية. بس أنا دائما بقول إنه هذا الخضوع ما بيعني الخنوع. في فرق كبير بين الخضوع والعبودية. ليش؟ لأنه بنقول إحنا إذا الرجل في البيت هو صاحب الكلمة الأخيرة، ولكنه ليس صاحب الكلمة الأولى. إذا كان الرجل في البيت هو صاحب الكلمة الأولى وصاحب الكلمة الأخيرة، تحول إلى دكتاتور. ولكن عندما نقول أن الرجل صاحب الكلمة الأخيرة وليس هو صاحب الكلمة الأولى، بمعنى أن الكلمة الأولى لزوجته. يعني على الرجل أن يشرك زوجته في كل تفاصيل حياته الزوجية، ويأخذ رأيها في الصغيرة والكبيرة في كل ما يخص الحياة الزوجية. ولكن مش بالضرورة بده يسمع رأيها في كل صغيرة وكبيرة، ولكن مش بالضرورة أن يأخذ برأيها. عرفتي فرق كبير؟ بده يسمع رأيها، بده تشعر المرأة أنه إلها كلمة، وأنه كلامها موضع تقدير واحترام من قبل زوجها، ولكن في النهاية هو بتحمل مسؤولية القرار، يأخذ من الكلام ما من الرأي ما يرى مناسبا، ويأجل اللي بيشوفه مش مناسب. وعلى المرأة أن تساعد زوجها في القرار اللي بيأخذه في حياتهم الزوجية، بغض النظر كان يتفق مع رأيها أو لا يتفق معه. جميل كمان جدا. في نقطة في غاية الأهمية لازم نوقف عندها، محبة الرجل لزوجته محبة غير مشروطة بخضوعها، وخضوع المرأة لزوجها خضوع غير مشروط بمحبته. يعني على الرجل أن يطيع الله تعالى في محبته لزوجته، حبه لنفسه كما يقول الله، بغض النظر إذا المرأة خضعت له أو لا، هو يقوم بواجبه بحسب ما بحسب رأسه وهو الله تعالى، لأنه رأس الرجل كما أن المرأة رأسها زوجها، فإن رأس الرجل هو الله تعالى. فعلى الرجل أن يخضع لتعليم الله تعالى بغض النظر المرأة خضعت أو لم تخضع. عندما يخضع هو ستخضع هي له. هو عليه أن يخضع لكلام الله الذي يقول له، عليه أن يحب محب مرته أو زوجته محبة خالصة غير متناهية وغير مشروطة. بالمقابل على المرأة أن تخضع لزوجها سواء أحبها أو لم يحبها، كما ترى هي مفهوم هذه المحبة. يعني هي بدها تخضع لجوزها إتماما لوصية الله تعالى. بالتالي إذا لم تخضع المرأة لزوجها، وإذا لم يحب الرجل زوجته بدون شروط، فإن النتيجة إذا ما عملوا هيك بتكون النتيجة أنه ندخل لمناطق صعبة في الحياة الزوجية. ولكن إذا الرجل أطاع الله وأحب زوجته سواء خضعت له أو لا، وإذا المرأة أحبت الله أطاعت الله وخضعت لزوجها سواء شافت منه محبة أو لا، كثير من صعوبات الحياة الزوجية بتم تجاوزها. هذا هو الكتالوج اللي وضعه ربنا للحياة الزوجية. وإحنا كأبناء لله مخلوقين على صورته، كلما
استعنا بهذا الكتالوج، كل ما استعنا بكتاب التوصيات اللي بيساعدنا نعيش حياة زوجية سعيدة، كل ما كنا أقرب إلى إرادة الله تعالى في حياتنا، وبالتالي أقرب لعيش حياة زوجية تتفق مع مشيئة الله وإرادته. حلو، جميل جدا أبونا، يعني عن جد كل ما بسمعك بزداد. يعني هاي مقولة إنه إذا كانت الكلمة الأولى، إذا الكلمة الأخيرة للزوج فإن الكلمة الأولى للزوجة، يعني هاي بدي أسجلها. صحيح. حلو هذا لما مرتي علمتني يعني، عرفت أبونا جورج؟ نعم. أنا تعلمته بعد خبرة 25 سنة زوجية، تعلمته من مرتي. يعني يعطيك العافية أبونا على هذا الطرح الجميل، وفعلا يعني كان بالنهاية يعني أنت هيك جملت وأنهيت الموضوع بهالكلام الرائع الإيجابي اللي بيعطي نفس حلو لهالأزواج ولهالعائلات اللي عم مقبلة على الزواج أيضا، وحتى الأزواج الحاليين يعني إذا بيسمعوا هذا الكلام وبيرجعوا بعيدوا العهود مثل ما قالت ماري، حتى إنه حلو كمان اللي مثلا متجوز 10 سنين أو 15 أو 20 يرجعوا يعيدوا العهود بين بعضهم بالكنيسة مثل ما بلشوا حياتهم في الكنيسة، إنهم يرجعوا يعاهدوا بعض على المحبة والوفاء والإخلاص والعيش مع بعض مثل ما أراد السيد المسيح لا يوصلوا للقداسة. أنا بشكرك أبونا معين. تأمري دكتورة. شكرا لك وعلى هذا الاتصال كمان معك أكثر وعلى أكثر. وقتك وابدعت أبونا، إن شاء الله نضلنا على تواصل دائم. الله يخليك، بيسعدني بيشرفني. شكرا لك. يعطيكم ألف عافية. صباحك نور أبونا. يسعد صباحاتك. شكرا أبونا. شكرا الله يخليك. سلام على السلامة. الله معك. الله معك. أنا مخمخت عليها صدق هاي العبارة أبونا معين، عجبتني يعني. يعني أنتم الكهنة المتزوجون أيضا من حياتكم الروحية اللي بتعيشوها ضمن كلام الإنجيل، يعني منحس إنه يعني نادرا ما نسمع في طلقات مثلا بين الكهنة، لأنه عم بيعيشوا الإنجيل بحياتهم الزوجية، وهيك ليك لازم بعتقد إنه كل كابلز أو كل عائلة عم تتأسس جديد إنه المانيول اللي هو الكتيب تبع الإعدادات والإرشادات لاستعمال لازم يكون هو الإنجيل المقدس. عشان هيك يعني كل بكل احتفال زواج أبونا ضروري هدية للأزواج يكون المانيوال زي ما بقولوا أو الكتالوج، كتالوج كيف إني أتعامل مع هاي المؤسسة ضمن أرجع لإلها لما يصير في أي مشكلة بتلاقي بهالجهاز أو بهالمؤسسة أو بهالأبليكيشن أو بهالهاي، بتلاقي الواحد برجع للإعدادات الأساسية. بعجبني الكنيسة الصوفية الرومي الأرثوذكس أبونا دبور كل ما بيكلل الأزواج بيعطيهم إنجيل. نعم. يعني وحتى الإنجيل يكون مثلا الآيات الخاصة بالأزواج يكون معلمة، يعني يفتحوها ويعلموها، يقول مثلا انه هذه بتفيدك وقت ما انت تشوف في مشكلة مع مرتك بخصوص مثلا عدم طاعة، في صار في مشكلة عدم احترام، انه ترجع لها. فهذا بيعطي عزاء للأزواج المقبلين على الزواج. وأحيانا بصير ملل مع الوقت الطويل كمان، يعني عند احدى الطرفين يعني نعم بصير في ملل كمان، يعني بصير الروتين بقتل، يعني بحاجة ايضا يوقفوا فترة. نعم. يبعدوا شوي. نعم. يرجعوا يجمعوا قواهم. نعم. يطلعوا لحالهم بدون الاولاد، يعني هاي كلها بتدعم طبعا هاي الاشياء اللي بيقدر يعملها. يعني بيقدروا الازواج يفكروا فيها كيف انهم يرفعوا عن نفسهم بالضبط، يغيروا يكسروا اكتر مع بعض. لكن ابونا بنرجع للآية اللي دائما تقال وتتلى في الاحتفال الزواج، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح. لما أقول الحمد شكرا لله. الحمد لله. الحمد لله يا رب، بشكرك على هذا النهار، بشكرك على أولادي، بشكرك على زوجي، بشكرك على الشغل، بشكرك على اللقمة اللي عم تعطينا إياها. لما دائما أنا أشكر الله على كل شيء، على نعمة ربنا بيزيدنا، ربنا بيعطينا أكثر. أذكروا كلمة ربنا دائما،
أشكره ربنا يسوع المسيح باسمك يا رب، توكلت باسمك يا رب بسوق هالسيارة باسمك يا رب، عم بروح على هالمشوار باسمك يا رب، ببدأ عملي باسمك يا رب، عم ببلش هالطبخة لست البيت باسمك يا رب، بلش الأولاد الدراسة. بشكرك يا رب على نعمة الأولاد، على نعمة العيلة، على البيت اللي أنا ساكن فيه. لما بشكر ربنا بيعطينا نعم أكتر، ربنا بيعطينا سلام أكتر. لازم يكون الإنسان عنده هذا السلام. لما بتشكر وبتحمد ودائما بتذكر اسم ربنا يسوع المسيح في بيتك، بيعطيك السلام الداخلي. المرأة بتعطيها القناعة والقبول. لما بحكي ربنا خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله، نخضع منخاف ربنا، عشان هيك منخضع احنا بعضنا لبعض، الزوج لزوجها والزوج لزوجته. فلما بقول خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله، وبعدين بيحكي أيها النساء اخضعنا لرجال كنا كما للرب. هنا بهذه الآية زي ما ذكروا الأباء، هنا تحديد المسؤوليات. يعني الرجل عليه أنه يحب زوجته، يحب أسرته، مسؤول عنها. أنا مسؤول عن هذه المرأة. لما ربنا خلق آدم وحواء وقال له هذه المرأة التي جعلتها لي، بس كمان هي مسؤولة عنه، كمان هي بتدير بالها عليه. مثل ما أبونا الحلو معين الحلو حكى إنه هي الكلمة الأخيرة بتكون للرجل، لكن الكلمة الأولى والتدبير الأولي والتحضير القرار حتى يصير هي اللي بتعمله الزوجة. فالزوجة الحكيمة بتقدر إنها تخلي زوجها كمان يخضع لها ولا إرادتها بطريقتها ومخافتها لربنا وبمحبتها يعني لزوجها وأسرتها. يعني كله بيكمل بعض. خافوا ربنا، اشكروا ربنا، احمدوا على نعمه وعطاياه، والكل شيء مشاكل تنتهي عند لما احنا نكون محترمين بعض، مسامحين بعض. هاي الامور اللي منركز عليها في الزواج المسيحي. نعم دكتور. فالزواج المسيحي نهايته القداسة، كونوا قديسين كما أن أباكم السماوي نهايته بالسماء. أكيد هو السماء. أنا وزوجتي بدنا نهايتنا تكون نجتمع في السماء. نعم دكتور. فهذا هو رسالة الزواج على الأرض. نعم دكتور. إذا بتسمحي لي بحب أنوه لشغلة. اللغة العربية واسعة بالمصطلحات، يعني تلاقي كلمة واحدة إلها 15 مرادف بيشبهها. إحنا لما بنحكي أعزائي المشاهدين بنخاف الله، بمعنى نتقي الله. نعم. وليس الخوف أي الرعب. الرعب نعم. نعم. مخافة الله هي تقوى. تقوى فعلا. الإيمان ومخافة الله تقوى، إنه أعمل عمل يغضب الله لأني بحبه، لأني بحب ربنا وبدي دائما سلامه معي، وبدي روحه دائما تكون معي حتى أني أقدر أتغلب على صعاب الحياة وعلى متغيرات العصر وعلى هالأمور والتحديات اللي عم بتواجهنا جميعها. واللي بده يسمع الكلام، هالبذرة إحنا بنبذرها وتنبت إما على أرض صالحة إما على صخر إما على بين الشوك. نحن علينا يعني نحكي ونوجه هذا الكلام، وإن شاء الله إنه بيكون حلقتنا أو الحلقات اللي الحلقة الماضية والحلقة هاي إنه كملت هذا الموضوع والحكي فيه للجميع واستفادوا منه. فبتمنى لكم نهار مبارك. وإحنا اليوم طولنا في برنامجنا لأنه ما فيش مباشر على التلفزيون براحتنا. مع لبنان فكنا براحتنا، لكن إن شاء الله بيكون هاي الحلقة كمان رح تذاع على تلفزيون نورسات مع برامجهم القادمة سنعلن عليها. وأنا بشكرك أبونا كمان جورج على الإضافة اللي وعلى حضورك معنا هذه الحلقة، وبشكر لكل الأشخاص وضيوف اللي شاركونا في حلقتنا عبر الاتصالات. وبتمنى لكم نهار مبارك، يعني تعيشونا بسلام بين عائلاتكم وأفراد أسركم. وبمحبة نترككم أنا وأبونا جورج شرايحة، نتمنى لكم نهار مبارك، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة يوم الثلاثاء القادم في نفس الوقت. صباحكم نور وتعطينا البركة ولننطلق بسلام. نعم. المسيح.
صباحكم نور أعزائي المشاهدين مجددا، وبنحكي لكم نهاية عش زوجية مبارك وأيام سعيدة إن شاء الله. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معكم جميعا، اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله. آمين. صباحكم نور وإلى اللقاء. نكمل هالعمر رغد وهنا.